يرجح الكثير من المؤرخين أن العام 1910 ميلادية هو التاريخ الذي يمثل ميلاد عطبرة كمدينة حديثة ببنياتها التحتية ومقوماتها الحضرية. وغير بعيد عن ذاك التاريخ دخلت لعطبرة الدراجة الهوائية أو ما يعرف في العامية السودانية بالعجلة كوسيلة حيوية وعملية واقتصادية للحركة في ذلك الوقت. أول من اختنى عجلة في هذه المدينة حسب رواية الناصر بكروك في كتابه من المدائن اللي هو أبو ناس جعفر أبو عجل وأحمد أبو عجل، قاسم أبو عجل لأنه أول من ركب عجلة في مدينة عطبرة دي. السواد الأعظم من سكان مدينة عطبرة كان له ارتباط وثيق بالسكة الحديد، لذا فعندما استجلبت هيئة السكة الحديد العجلة للعاملين فيها كان من الطبيعي أن يحوزها ويتملكها الغالبية منهم. السكة الحديد هي التي أدخلت العجلات لأول مرة في هذه المدينة، وكان بيسموها العجلات المصلحية للسعاة وبعض صغار الموظفين، وكان عندها علامة حمراء كده، عجلات حمراء متميزة جدا. وفيما بعد السكة الحديد ذاتها قدمت خدمة كبيرة جليلة للعاملين بأنها ابتدت تملكهم العجلات دي بأقساط مريحة وبدون أرباح. كان السكة الحديد زمان فيها انضباط شديد، يعني زول لو ما عنده عجلة ما بكون منضبط، فأي زول يفكر يشتغل في السكة الحديد أول حاجة بيفكر في العجلة، زمن يجيبك وزمن يرجعك وكده. بعد ذلك أخذت العجلة أو الدراجة الهوائية مكانة مهمة كسلعة تجارية واقتصادية في سوق عطبرة. زمان من تضرب الصفارة الناس يجوا طالعين نشوف العجلات تدخل تخاف، يعني أكثر من العربات تشوف العجلات دي، يعني من هناك من جنب باب الورشة لغاية ميدان الملك هنا، بس تقول ما فيز أي زول في عبرة دخل عنده عجلة، أي زول في بيته عنده 5-6 عجلات. ويعتبر الراحل عبد اللطيف مرغني أول من طرق هذا المجال في العام 1942، ولا زالت حتى الآن تجارته رائجة وفي توسع مطرد. الدكان تأسس في الحقيقة سنة 1942 أو في الحدود دي، يا عمنا عبد اللطيف، وبدأ الدكان اشتغل فكان يشتهر بالعجلة. يعني حاليا نحن أي نعم عندنا اتجاهات تانية في مجال الزبيرات، لكن العجلة هي الأساس في الدكان ده. وكان لابد أن يواكب هذا التنامي المضطرد في الحركة التجارية للعجلة وملحقاتها من يتقن العمل في الصيانة والخدمات الاضطرارية. وهنا تحفظ الذاكرة العطبراوية اسم العم باعوش بالموردة، أول من استهل تقديم هذه الخدمة منذ أربعينيات القرن الماضي. هو أول زول طبعا اشتغل في المورد عجلات، أول زول اشتغل عجلات في المورد. ها بيجوا يعني ناس حسن خليفة العطبراوي، ناس حموري، ناس دي اللي بيتذكرون أنا. المهنة دي أصلا طبعا أساسا من بدري، عندي أخوي أخونا الكبير كان بيشتغل في العجلات، وشغال في معمل البلاط لكن بيشتغل في العجلات، نحن بنشتغل معه. الزمن ده كنا طلبة تقريبا، فما لقيت قدامي إلا المهنة بتاعت العجلات دي، فجيت فتحت المحل ده والحمد لله قاعدين رايتو رزق اليوم باليوم، يوم تلقى يوم ما تلقى، فالحكاية ماشية يعني الحمد لله. بديت في شغل العجلات دي سنة 73 بالضبط، جوار الجامعة الكبير قبل ما يكسر السوق. أنا كنت هناك طبعا شغال الحمد في العجلات، لكن طبعا في ناس أقدم مني يعني كانوا، لكن كلهم توفاهم الله رحمه، مما أحمد سابل وعوض رحمة الله وعبد اللطيف العجلاتي، يعني ناس كانوا يعني أقدم مننا. نحن جينا براهم طبعا خطفنا الصنعة دي وتعلمنا. وصاحب توفر محال تجارية متخصصة لبيع العجلة وصيانتها وازدياد الحاجة لاستخدامها كوسيلة حركة، فتح محال تجارية لاستئجارها مقابل قيمة نقدية رمزية تبدأ لنصف الساعة وحتى اليوم الكامل. بدينا طبعا بإيجار العجلات وتصليح وكذا، يعني الحمد لله استمرينا فيها زمن طويل، يعني ما بسيط لغاية ما انتهينا، ما جاتني مشكلة الحمد لله، ولا عوجة ولا أي حاجة. تأجروا عجلات كيف وبكم كان؟
العجلة كان يعني زي ربع ساعة ونص ساعة، كان بقرشين. بمرور الزمن أصبحت العجلة وسيلة حيوية مهمة للتواصل بين سكان مدينة عطبرة. إذا اعتبرنا عطبرة القديمة بتمتد من السيالة مثلا لغاية ما تأخذ النهاية الموردة، كان إذا حصل حادث الساعة 9 أو الصباح، حادث بتاع عربة أو زول توفى في منطقة السكة حديد، الساعة 9 وتلت بيكون الخبر انتشر في مدينة عطبرة عبر العجلات، فلان ضربته عربية، كل الناس بتتحرك بالعجلات كذلك إلى المستشفى إلى غيره. العجلة ممكن تفتق الذهن، يعني أي زول بتكون عنده موضوع، يكون عنده فكرة، يكون عنده حاجة في ذهنه، وممكن هو مع البدال وهو مسترخي وممكن يحلحل كل مشاكله، لما يصل مشواره بتكون قضاياه كلها اتحلحلت يعني، بس فقط القضايا المادية يمكن ما بتتحل يعني. الكثير من الروايات الموثوقة بحسب أصحابها من المؤرخين والمهتمين بتاريخ وتراث مدينة عطبرة تؤكد أن عطبرة كانت وحتى منتصف ستينات القرن الماضي سوقا إقليميا للدراجات الهوائية، وتحل الثانية في القارة الإفريقية بعد مدينة جوهانسبرج من حيث عددها. عطبرة كانت ثاني مدينة بعد جوهانسبرج فيما يختص بكمية العجلات الموجودة في هذه المدينة، والدليل على ذلك على أهمية العجلة في عطبرة أنه أول سباق للدراجات في السودان كان في مدينة عطبرة في 1956 بمناسبة الاستغلال، جرى أول رياضة أول سباق للدراجات في على مستوى السودان في عام 1956. لكن دوام الحال يظل من المحال، ففي وسط الزحام ضاعت العجلة، وما بين ذوات محركات الوقود والبخار تلاشت بشكل درامي، وبفعل التطور السريع في إيقاع الحياة غابت عن المشهد. مدينة عطبرة اللي كانت مشهورة بالعجلة وطلعوا فيها نكات كثيرة جدا، أصبحت الآن مدينة عطبرة العجلات فيها بسيطة جدا لأسباب ربما اقتصادية، ربما لأنه الحركة كثرت، ربما لأنه المدينة امتدت. في ناس حتى تركوا عجلاتهم وخلوها في البيوت، ليه؟ للأسعار بتاعتها غيلة جدا، الزبيرات ما زي زمان. زمان بتواجد تاخد اللستيك الدانلوب بخمسة قروش، والبراني بيكون بسبعة قروش، يعني قريبين لبعض. حسا ما في كلام زي ده، حسا غير اللستيك بعشرين ألف. الآن بقت يعني الشغلة بسيطة، والحال العمال بيقوا بسيطين، والناس اللي عندهم عجلات أساسا بيقوا بسيطين. فالشغلانية زمان عطبرة مشهورة بالعجلات طبعا، بقت بالمواطر والركشات والحكاية ماشية. لكن العجلة ستظل محفورة في ذاكرة مدينة عطبرة بعد أن صارت رمزا ومعلما بارزا في تاريخها وحياة أهلها. الحياة العصرية عندها مشاكل كثيرة جدا جدا، لكن في اعتقادي وأنا ما طبيب إنه إذا الإنسان تريض وخاصة بالعجلة يمكن يبعد عنه كل هذه الأمراض أو هذه البلاوي اللي نحن يمكن الناس بتعيش فيها عايشها. عشان كده بنصح أي شاب لابد إنه يسوق العجلة، حتى إذا كان أنت عندك عربية أو عندك موتر أو عندك أي وسيلة تانية، لابد إنه في اليوم الواحد ساعة ساعة ونص ساعتين يعني أعمل زيارة لزول قريبك لزول صديقك بعجلة، بتحس إنك فعلا اتريضت وإنك ارتحت. تداعت واضمحلت أركان إمبراطورية العجلة في مدينة كعطبرة بعد وجود كثيف استمر لأكثر من نصف قرن من الزمان، والأسباب كما يقول البعض تعود لحجم المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة. حسام الحكيم لبرنامج كاميرا شروق، ولاية نهر النيل.